يشارك وفد برلماني من مجلسي النواب والشورى برئاسة النائب ابتسام عبد الرحمن هجرس رئيس لجنة المرأة والطفل بمجلس النواب في الأيام الأوروبية للتنمية، وذلك بتنظيم من المفوضية الأوروبية بالعاصمة البلجيكية بروكسل خلال الفترة من 26 إلى 27 من نوفمبر الجاري. للمزيد حول هذا معنا عبر الهاتف سعادة النائب سوسن تقوي عضو مجلس النواب. بداية سعادة النائب، ما هي أهم النقاشات التي تدور حول هذه الأيام الأوروبية المعنية بالتنمية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا المؤتمر يتكلم عن مواضيع عدة في مجال الصحة، في مجال التغذية، وفي مجال التعليم. نعم. إضافة إلى في مجال الجندر اللي هو خلنا يعني نساء ورجال، في مجال الرايت اللي هو الحقوق، وفي مجال السلام البيس. نعم. في مجال البيئة والتوظيف يعني عدد من المجالات صراحة تهمنا كونها في يعني المشاركين فيها عدد من النواب والبرلمانيين والسبيكرز اللي هو المتحدثين في منظمات دولية متعلقة في هذه المجالات. فمن المهم ان احنا ايضا يعني نحمل ايضا رسالتنا من مملكة البحرين، ما حققته مملكة البحرين في مجال الإصلاح في هذه المجالات اللي المتحدثون يتكلمون عنها. ووجدنا ايضا من خلال ملاحظاتنا ان بالرغم من عدد من الدول التي تطالب بالديمقراطيات وتطالب بالمزيد من حقوق، ان الحقوق الموجودة في مملكة البحرين وفي بعض الدول العربية اللي قريبة من مملكة البحرين اكثر من الحقوق الموجودة لديهم. سعادة النائب، لو نتكلم عن مستوى التطبيق الفعلي يعني والتشريع في مملكة البحرين، كيف يمكن الاستفادة من هذه المشاركة في البرنامج الأوروبي الهام؟ أمانة نحن ننقل ما حققته البحرين وأيضا نسمع لما حققته هذه الدول. يعني ليس هناك مرحلة نسمى أن مملكة البحرين هي المثالية أو الدول هذه المثالية، بس مقارنة بالدول التي يعني لديها الديمقراطيات العريقة نجد أن مملكة البحرين حققت الكثير والكثير، ولا زلنا نطالب بالكثير في كل المستويات الموجودة. نعم. مقارنة بالدول الأوروبية الكبيرة التي تطالب بالمزيد من الديمقراطيات إن كانت في مملكة البحرين أو بالدول القريبة من في العالم العربي. نعم. أمانة تم عمل عدد من المداخلات في مجال حقوق الإنسان، وكانت الردود جيدة، وكانت يعني انطباعات الدول المشاركة معنا عند سماعنا في هذه المداخلات جيدة. إضافة أن الحين عندنا أيضا سيشن اللي هو مهم جدا يتكلم عن حقوق السجناء، فلدينا أيضا عدد من المداخلات الذي سوف يعني نبين لهم ما حققت البحرين من بعد توصيات لجنة تقصي الحقائق. نعم. في مجال السجون وفي مجال حقوق المواطنين وحقوق الإنسان وفي مجال الحق في الادعاءات اللي يعني يدعي فيها المتهم، إضافة إلى يعني صندوق مكتب الأمين العام للتظلمات وصندوق المتضررين. نعم. هذه نقاط لا تملكها أي دولة من الدول هذه الموجودة في العالم التي تطالب بهذه الديمقراطيات. فمن دورنا إحنا كبرلمانيين موجودين في هذا المؤتمر علينا إبراز ما حققته البحرين خلال السنتين أو 3 سنوات الماضية. نعم. سعادة النائب سوسن تقوي عضو مجلس النواب، شكرا جزيلا لك.